أصغان العزاء، اليوم وصلنا منتجع هارش داكار في بحيرة سيفان. بصراحة اليوم الجروب اللي معي هم عائلتي، حبينا نقضينا في الليلة ليلتين بهذا المنتجع. راح أصور لكم المنتجع، احنا سبق وان صورناه، اليوم نحاول نصوره بشكل أفضل. راح أصور لكم الكوتيج من الداخل، حتى إذا أحد قرر يزور أرمينيا ويقيم في هذا المنتجع تكون عنده فكرة، يبعد عن العاصمة الأرمينية يربان تقريبا من 70 إلى 75 كيلومتر. الكوتيجات الموجودة فيها أكو غرفتين وصالة، أكو ثلاث غرف وصالة، أكو غرفة وصالة، وأكو بالإضافة إلى ذلك غرف بداخل الفندق. إحنا اليوم راح نصور لكم الكوتيج وتكون عندكم فكرة. هذه كوتيجات هنا، هذا الفوق اللي نشوفه الفندق. هاي الكوتيجات تطل على بحيرة سيفان. التنظيف ما زال مستمر في الطابق السفلي، تعذرونا شوية على التصوير، لكن فوق مرتب. يتكون من المطبخ، الهول، الحمام. هنا يطل على المسبح الخاص بالكوتيجات ويشرف على بحيرة سيفان. الشرفة الخاصة بالكوتيج، هذا الشرفة، وهذا المشهد من الشرفة والبحيرة. ومن هنا نصعد للطابق العلوي. كما قلنا ثلاث غرف في الطابق العلوي. هنا أمامنا الحمام، هذا الحمام، هذه الغرفة الأولى لشخصين، مع خزان للملابس وتلفزيون بلازما وشرفة. هذا المشهد من الغرفة الأولى. هذه الغرفة الثانية، سرير مزدوج مع خزان وتلفزيون وإطلالة على المسبح ولؤلؤة أرمينيا الزرقاء. هذه الغرفة الثالثة، سرير للشخصين وأيضا مشهد على البحيرة والمسبح. المشهد الخارجي إذن الطابق العلوي، الحمام، الغرفة الأولى، الغرفة الثانية، والغرفة الثالثة. هذا هو المشهد الليلي في منتجع هارش داكار في بحيرة سيفان. وأمامنا البحيرة، بحيرة سيفان أمامنا خلف المسبح.